الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. المستبقى بياخد مرتبه. بجدد التحيه بحضراتكم في ليله العاشر من رمضان، المانيا تهزم البرازيل 5-0. ده الشوط الاول، واول النتيجه ما نعرفها اول باول هقول لحضراتكم. هرجع لضيوف اللي منورين النهارده. في معنى حضرتك استاذ يوسف القعيد اشرت ليه في روايتك الرائعه الحرب في بر مصر، معنى ان الفقراء بمعنى ادق بيضحوا بارواحهم ودمائهم في الحروب، وعندما يحدث النصر مفروض هم اللي يجنوا مكاسب هذا النصر، لكن بتظهر طبقة هي الطبقة بقى إيه سميها زي ما انت عايز بقى، اللصوص، الحرامية، أغنياء الحروب هم اللي بياخدوا نتيجة هذا الحرب. حضرتك جسدت هذا المعنى في رواية الحرب في بر مصر، واللي جرى تمثيله في فيلم سينمائي باسم المواطن المصري بطولة الفنان عمر الشريف، وآخر أعمال المخرج الراحل صلاح أبو سيف، والراحل الجميل عبد الله محمود. نعم، عليه الرحمة. والراحل الأجمل محسن زايد اللي كاتب السيناريو الحلو. كاتب السيناريو ده، احنا وطن كل الحلوين. ايه ده؟ السؤال ليوسف القعيد، بعد 41 سنة هل أنت شايف أن النتيجة لا تزال بهذا المعنى؟ أن اللصوص الحرب هم اللي استفادوا من دم الشهداء؟ ما شوف، حرب أكتوبر هي حرب تحرير جزء محتل من الوطن. نعم. ونجحت في تحريره. نعم. لكن شوف إيه اللي طلع من رحمها. ما الذي خرج من رحم هذه الحرب العظيمة؟ انفتاح اقتصادي وسلام منقوص القيمة مع عدو انتصرنا عليه في الميدان لكنه انتصر علينا في معركة السلام. وده بالضبط، لأنه فقراء المصريين هم اللي أبدعوا هذه الحرب العظيمة، بس أغنياء المصريين انقضوا عليها وقرروا أن يحولوها إلى مكاسب تدخل جيوبهم. وانت عارف أن الرواية دي اتمنعت من 78 لغاية 85، اتمنعت من دخول مصر. وصلاح أبو سيف الله يرحمه قاعد لغاية 94 يحاول مع الرقابة، ورفع قضية على الرقابة لغاية ما خد موافقة على تصويرها كفيلم سينمائي يعني. فأنا ما زلت مؤمن بفكرة أنه الحروب دايما تجد من يستغلها ومن يحولها إلى مكاسب بشكل أو بآخر، لأنه لا يمكن حرب تحرير عظيمة تطلع منها سياسة الانفتاح الاقتصادي اللي احنا بنعاني منها حتى يعني فكرة الدعم وفكرة العجز في الموازنة وفكرة الدولة ماشية بالاقتراض، كل ده بدأ مع سياسة الانفتاح الاقتصادي سنة 74. طب أستاذ يوسف القعيد، في تجارب مماثلة للدول مرت بهزيمة ثم انتصرت، حصل مع هذا المشهد أن هناك لصوص الحرب
هم اللي اكتسبوا هذه المغانم، ولا مصر كتجربة فريدة في هذا؟ لا، عندما عرض هذا الفيلم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي وفي حضور عمر الشريف وحضور صلاح أبو سيف وفي حضور صفية العمري، يعني كنا قاعدين في مؤتمر صحفي ضخم في موسكو، موسكو التي ليست موسكو الآن يعني. قامت مراسلة صحفية من أوكرانيا وادعت أن أنا متأثر في روايتي دي برواية حصلت في أرض الواقع في حرب 45-44 ضد الاحتلال النازي الألماني. أنه في مجند فقير، في مجند غني كان مفروض يروح التجنيد، فأبوه بعت واحد، قالت لي الحوادث بالضبط، علما طبعا أنا لم أقرأ النص الأوكراني ده ولا أسمع عنه، لكن في تشابه في التجربة الإنسانية. بس متانة الموقف السوفيتي في ذلك الوقت في مسألة البعد الاقتصادي وتركيبة المجتمع ما أدتش إلى أنه يخرج من رحم هذه الحرب النتائج اللي حصلت عندنا بالضبط، يعني ما حصلش نفس النتائج. أيضا في فرنسا، وأنا كل دي علاقتي بها أدب، يعني الأدب المكتوب عن في تجربة الاحتلال النازي الألماني لفرنسا والتحرر اللي حصل، لم يخرج منه التفسخ اللي حصل عندنا أو المشكلة اللي حصلت عندنا. كل ده لا علاقة له ببطولة الأبطال ولا بشهادة الشهداء ولا بدماء الشهداء في الميدان على الإطلاق، لأن الميدان فيه قتال، لكن من أول خيمة الكيلو 101، خيمة الكيلو 101 اللي بدأت فيها المفاوضات فورا، وبكاء المشير الجيمصي في استراحة السادات في أسوان، وهنري كيسنجر نازل ومش عاجبه فبقول له ما الذي يبكيك أيها الجنرال؟ طبعا الجمصي كان بيبكي كل دماء الشهداء اللي استشهدت في حرب أكتوبر 73 على أساس كان يرى سلاما منقوصا. أستاذ شوقي حامد، ينفع تخرج مقولة عسكرية من قائد عسكري بأن حرب 73 هي آخر الحروب؟ يعني ده مصطلح سليم عسكريا صحيح؟ السادات قال هذا. لا، أنا لا أعتقد هذا، لأن البلاد والأوطان دائما بتمر بتجارب عايزة تضحيات، وعايزة حتى إن ما كانتش حروب بمعناها الكبير تبقى معارك محدودة، لأن المعركة جزء من الحرب. بس أنا كنت عايزة أتناقش مع أخي الأكبر أستاذ يوسف عن فقراء وأغنياء الحرب. إحنا كنا دائما نقول في الحرب ان الطلقه ما بتفرقش بين الضابط والعسكري، بين الغني وبالفقير، بين اكبر رتبه، يعني انا قائد اللواء بتاعي اللواء سعيد ابراهيم سعيد اللي كان بيبقى قائد المنطقه المركزيه بعد كده اسر مننا، قائد الكتيبه اللي جنبي المقدم شفيق متر استدراك استشهد، احنا كتب لنا النجاة لأن ربنا كان بينقذنا. فالطلقة لا تفرق بين غني وفقير، بين جندي وقائد، بين كبير وصغير. أنا مش فاهم يعني إيه. لا أنا أتكلمش على الطلقة. لا يعني هذا. لا أنا لا أعني هذا إطلاقا. أنا أعني أنه الأكثر قدرة على التضحية وعلى يفتدي وطنه بنفسه الفقير عادة بيكون أكثر رغبة في أنه يعمل ده، ما عندوش ما يجعله يتمسك بالحياة بصورة غير عادية. أنا مش عايز أدخل في أمور تضعنا في الممنوعات، إنما أنا عدت 9 سنين في القوات المسلحة، وأنا بعتبر أنه هذه المؤسسة هي خلاص مصر الوحيد. لكن في الـ9 سنين اللي أنا عدتهم كنت عسكري ولا ضابط؟ كنت عسكري. أيوة. في الـ9 سنين لما شوقي بيه كان ضابط. لا، ضابط يعني. كبير. ضابط كبير. أنا عايز أقول لحضرتك فعلا عميق. يعني الحرب ما فيهاش كبير وصغير، الحرب كلنا سواسية. نعم. هكمل كلام. اتفضل يا فندم. الجنود أقرب لليسار. والضباط أقرب لليمين. هو ده تقسيم سياسي قد يكون نظريا على الورق اسم. بس وجهة نظر أدبية أنا بس نسمح لأقول حاجة. في طبعا خلينا نقول أن أنا جاي من أنا العسكري الوحيد اللي كنت موجود في النهاردة. الباقيين كانوا ايه؟ وانا كل القيادات بتاعتي لواءات وكده، انما انا العسكري الوحيد. وانا
أزعم أنني فرضت نفسي النهاردة؟ مش النهاردة، من زمان. فرضت نفسي من زمان أعمالك بقى وعبورة، وحين كتبت هذا السيناريو الكتيبة 26 اللي هي كتبتي في الحق. يعني الموقف أنا دور الضابط كان ثانوي بالنسبة لي لأني عسكري وبكتب عن العساكر. ما زعلش وإيه بس الله يخليك، ما زعلوش حكاية دور الضابط. لا احنا مش جايين نعمل تفرقة، أنا مش جاي أعمل تفرقة خالص. ومساء الخير يا رمضان. بس أنا كتبت عن العساكر. نعم كتبت عن العساكر، اقرانك اللي انت عايش معاهم واللي انت حاسس بيهم، اللي انا عايش معاهم في الملجأ. نعم. واللي احنا ما هو مش عايش مع الضباط يا مع بعض أفنم. مش عايش هو مع، لا هو اصل الضابط بيبقى على 30 عسكري. نعم. والقائد بيبقى على 500 عسكري، لا مش هنقدر نجيب لكل جندي ضابط. لا وخلينا نقول ان نقول كبار إيه؟ قادة الحرب في 73 ضحوا بارواحهم، الشهيد عبد المنعم رياض. لا 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 ده ما هو لا الشهداء وقادة ايه ده حاجة مفاخر يعني، مفخرة فعلا بسم يعني. الله ما شاء الله كتير عندنا. انا عايز اسألك، لا لحظة بس، وانت قاعد كفنان رغم مرور 41 سنة مفيش عمل فني واحد بحجم حرب 73؟ ليه بقى هقول لحضرتك ليه. الأدباء موجودين، ما هو هنا التمويل موجود، هنا برجع للجملة اللي قالها الأستاذ يوسف، المستفيدين من المولد مش هم أصحاب المولد. يعني إيه؟ يعني أول ما خلصت حرب أكتوبر وخلاص وابتدت احتفالات أكتوبر، أنا دعيت دعوة لطيفة جدا، قلت دعونا نجتمع في هذا اليوم من كل عام في كتائبنا، استدعونا في كتائبنا. ده هيعمل حالة من الشجن، وهيعمل حالة من ده اللي هيطلع المواضيع. إنما ما روحش أحضر استعراض واحتفالية، اللي هيحضرها بتبقى شبه الكلينكس، استخدام مرة. معك، ما ينفعش. طب تخلينا نستعيد لحظات العبور. كنت عايز اكمل بس على كلام الاخ لطفي. اتفضل. حرب اكتوبر اتعمل عنها حتى هذه اللحظه 9 افلام. تسع افلام، منهم 6 اتعملوا في الثلاث سنين التاليه مباشره للحرب. اقولهم لك بالاسم بس، عفوا لا الحرب كانت في خلفيه الفيلم. في خلفيه النص كانت الحرب حدث ممكن تستعيد عنه بخبر في الراديو. ما انا هقول لك ليه وتستقيم الدراما. في كل هذه الافلام اخرهم فيلم المواطن المصري 94 ابناء الصمت حلو. فلما جينا ننفذ المواطن المصري العبور نفسه. نعم. العبور نفسه الذي يتكرر في جميع الافلام التسعه. ده مخرج روماني جاء وتكليف من السادات. لا هو السادات طلب ان احنا نجسد نعيد تمثيل المشاهد، لان السادات رفض تصوير العبور. يعني سواء بسبب أمني دواعي الامن او لاي سبب اخر. انما كان في الجيش في ذلك الوقت عدد من المخرجين كانوا يقدروا يصوروا، كانوا موجودين في الشؤون المعنوية. أذكر منهم جيدا خير بشارة. نعم. خير بشارة صديقي، وكان معاه 3-4 من زملائه، وهم اللي تقدموا بطلب. نعم. أن هم يروحوا يصوروا، أي ما كانش حد عارف كلمة عبور. نعم. ولا يعني ولا كان حد المصطلح ما كانش مستخدم. لا ما كان قبلها ما كانش مستخدم خالص. أمال هتعدوا قناة السويس اسمها لا إيه؟ كلها تدريبات بتتم في بشكل يعني خطاب. كان في حاجة كان في حاجة اسمها عبور مانع مائي. الخطاطبة كنا بنروح بني سلامة والخطاطبة في القناطر وفي عبور مانع مائي. إنما مصطلح العبور لا هو اسمه عبور مانع مائي، وكنا بناخد ازاي نعبره. لا عبور القناة نفسه لا ما كانش يتقال عبور القناة طبعًا. انما كل التدريبات بتاع القوات المسلحة من 67 ل 73 كانت على اجتياز الموانع المائية والحرب ضد النقط الحصينة
اللي هو خط بارليف. هرجع لحضرتك. حتى احنا جبنا، احنا كان عندنا ضابط في وحدتنا. طب عايز اسال سؤال بعد اذن حضرتك، ده صالح للشرب؟ صالح للشرب جدا الديكور. وكان معانا كنافه وقطايف اول يوم في رمضان. طب وليه ما فيش النهارده؟ شال بعد كده الانتاج منه لله. في اي حاجه، بص يا سيدي، في ضابط كان معانا في الوحده، ابنه كان بينفذ عبور في الخطاطبه واستشهد. نعم، واستشهد اثناء التدريب. اثناء التدريب، فالكلام ده كان 71 72، فروحنا جبنا جثمان ورقه الرسمي. الورق الرسمي كتب فيه كده تدريبات على عبور مانع مائي، انما العبور بمعنى قناه السويس والحرب والتحرير لم يكن واردا على الاطلاق. الخطاطبه اللي هي بعد امبابه وقبل مدريد سلامه والخطاطبه بعد خلونا نستعيد لحظات العبور فنيا. ده وحضرتك تعلق لنا عليه لما قلت ان في مخرج روماني هو اللي عمل هذا. رمسيس نجيب جابه. اعرضوا يا شباب. رمسيس مرزوق ولا نجيب؟ هنشوف العرض، اتفضل. هنا القاهرة أيها الإخوة المواطنون، بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقاط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة. مصر ما وقعتش، ما ركعتش، مصر هتقوم، مصر هتقوم. أستاذ لطفي لبيب، اتعرف خلاص حضراتكم كده كجنود بواسع عبرتوا قناة السويس، اللحظة ايه؟ يعني هل لحظة جنونية هيستيرية؟ انا مش مصدق. لحظة عبثية جدا. يعني لحظة خارج التاريخ. خارج التاريخ. انا مش مصدق. خارج يعني التاريخ، وخارج يعني مسألة فجأة انت بتنزل انت راكب قارب، الدنيا بتضرب، وكان جنبنا الكوبري. انا كان منطقه الاحتلال بتاعتنا جنوب البحيرات عند محطه جنيفا العسكريه. نعم كويس. وكان انت حضرتك ركبت المطار القارب. لا المطار. ما انا اما هتقرا الكتاب انا وكان بينفخوا الاول. ينفخوا الاول، كانوا ينفخوا ورا الساتر. ساتر عشان حد الترابي ما يرصدش من الناحيه الثانيه. وبعد كده وفوق في ناس قاعده فرشه البطاطين ونشر الغيارات وبتمص قصا. عندنا في الكتيبه دي خطه الخداع اللي كان بيعملها ده عندنا في الكتيبه. وبعد كده على طول نزلوا بالقوارب. ولو اقول لك يعني في 67 كان الضابط بيقول للعسكري تقدم. 73 قال له اتبعني. ده الفرق. نصفنا اهو. اتبعني. لا طبعا. الضابط الاول اللي عبر. في الضابط قال له اتبعني في 73. في الاول كان يقول له تقدم في 67. يعني روح حارب انت. روح انت. دلوقتي. اذهب انت وربك فقط. اتبعني. نفخته القارب. اتنفخ القارب، اتحط رجبه الافراد، اتحط الميم ط الميم دال اللي هو مضاد للدبابات. طلعوا بعد كده معانا قذيفات لهب ومعانا مجسات الغام عشان الساتر الترابي. واللي ابتدت والطيران المصري كان بيتاخر عبور المعدات وبناء الكوبري بسبب التيار بتاع المية الجامد وضرب الطيران الإسرائيلي علينا في أثناء نصبه. واستشهد العميد أحمد حمدي. أحمد حمدي أمام أعيننا. عميد مهندس أحمد حمدي. عميد مهندس أحمد حمدي اللي دلوقتي النفق باسمه. نفق باسمه أحمد حمدي. نعم. أنا شفت وصلتوا وصلنا الناحية التانية. كان معانا مجانين يعني كان معايا واحد مجنون بطل. مش مصدق اللحظة. مش ده خد نجمة سين الراجل ده. كان معايا دلوقت. اسمه اللواء سيد البرعي.
ده يعني لو اقول لك اقتحم في حاجة اسمها النقطة القوية والنقطة المسحورة. هو هاجم المسحورة السريع بتاعته هجمه المسحوره اللي هي في اللي هي زي في خط بارليف و بتفتح باب وتدخل جوه تلاقي بلد بلد وفي منتهى الشياكه اللي في الدنيا، وطلب من المدفعيه المصريه ان تضرب البتاع دي وهو راكبها. يعني هما تحت للإسرائيليين، هو راكب التبة وطلب من المدفعية المصرية تضرب التبة عشان يتزامن ده مع الاقتحام. نعم. طيب العميل شوقي حامد، خبر النصر بيتحقق امتى؟ بالعبور كده انتصرنا ولا كان لسه في مشاهد اخرى؟ اسمح لي اقول حاجة اخيرة عشان خبر النصر. اي سلام في الدنيا يساوي حجم النصر اللي انت حققته. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله. يعني انت حصلت على ما يوازي حجم النصر. اي سلام بيتم بعد حرب بيبقى على قد حجم النصر. انا مختلف معاك، لان حجم النصر عظيم، انما حجم السلام الراهن. الاتفاقيه تم التوقيع في فين؟ مش في الكيلو 101؟ طب بعيدا عن الخلاف، لا هو انا عايز العبور ده. العبور لحظه فارقه. نعم. لم يكن العدو يتصور اطلاقا انه هيتم، لان هو كان معامل استحكام. اولا انا عايز اقول كلمه وانا في وسط ابطال، ان انا بتوارى خجلا منهم للاسف الشديد. انا دول عساكر وانت ظابط، اديله التحيه بقى وخليه يكمل. للاسف الشديد انا لم اعبر. وللاسف الشديد انا ما كنتش مع قوات العبور. اخويا الله يرحمه كان موجود، كان ظابط مدرعات، انما انا كنت في المنطقه الجنوبيه وكنت ببكي الما وحسره على ان انا مش مع الجنود اللي عبروا. ما هو مش شرط يعني، معلش، مستحيل كل الجنود. بس انا بعترف قدامك ان انا لم احصل على وسام العبور ده. ده وسام، لان انت تكون اولا المانع المائي ده عايز تجهيزات خاصه وعايز، بس اللي بيجهز للحرب زي اللي شارق يعني، هي سيمفونيه. هي ما انا بقول عشان كده هي لحظه فارقه. العدو لم يكن يتخيل ان جنود مصر هتعبر، لأنه هو كان عامل إيه؟ عامل مضخات نيران على سطح القناة. مضخات نيران يعني تغطي المية بالنبلم، فدي استحالة تسمح لحد ينزلها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ساتر ترابي عالي يقدر حجمه زي حجم الأهرامات. نمرة تلاتة، قوات متحركة ونقاط حصينة كفيلة بالتعاون بينها وبين بعض أن تدمر وتبيد أي قوات مقتحمة على الأرجل. والكلام ده كان عايز أرجل، لازم الأول تعدي بالمشاة. شوف اللي وضع خطة حرب أكتوبر، إذا كان المشير الجامسي الله يرحمه أو الفريق الشاذلي أو يعني أيا كان اسمه، ده راجل عنده ابتكار وإبداع وإعجازي. هو فيما يتعلق بالعبور تحديدا، هي كانت خطة لأحد ضباط المصريين وكان مواطن أحد الجنود، وأذكر أنه هو كان يعني ده مش تتكلم على المضخات. المضخات لا، دي قصة تانية. اللي هي بتاع ساتر الترابي. لا، ده ساتر الترابي ده فكرة برضو زي ما قال الأخ لطفي، فكرة مجنونة. ما كانش حد يصدق ان احنا هنفترق الساتر الترابي ده اللي هو بعلو الأهرام بمضخة مية. هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل لازم نسمع حاجة يا شباب. عايز أقول لكم ألمانيا جابت الجون السادس. يلا. السادس؟ إيه؟ البرازيل كده. الجون السادس في البرازيل. بجد؟ والله. شوف الشوط الأولاني. في ذكرى العاشر من رمضان، ألمانيا تدك البرازيل يعني. عاش 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 اللي قال
الليال الكلمة ضحك ما في الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش والعرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي قال للرجال عبدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش 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 اللي حبك عاش 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 رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش والعرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب.